جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو أحمد يقول: بعض الجوالات الشيخ صالح يوضع فيها القرآن كاملا والأحاديث النبوية الشريفة، فهل يجوز الدخول بها إلى دورات المياه، وما رأيكم بذلك؟ لا بأس بذلك، لأنها ليست مصاحف، إنما هي تسجيلات داخل الجوالات، هي ليست مصاحف ولا تأخذ حكم المصحف. نعم.